أهلا وسهلا بكم. بدأت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أخيرا بالتنسيق مع الجهات الحكومية بوضع قائمة مقترحة لمجالات الوظائف الحساسة التي ترى إخضاع شاغليها لفحص تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك إنفاذا لما وافقت عليها الجهات العليا في هذا الخصوص. وبحسب ما نشرته صحيفة مكة أيضا يعني أكدت ذلك فيما نشرت. للحديث حول هذا الموضوع معي في الاستوديو الخبير في الأنظمة القانونية المحامي والمستشار القانوني الشيخ الدكتور حمود الناجم. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا حياك الله. شكرا لحضورك معنا. الله قبل الحديث في هذا الموضوع، هل أنت متفائل غدا من حزب المتفائلين؟ يعني لا شك يعني هذا نقل وطني وتحول وطني ويتعلق ب يعني استراتيجيات وطنية ربما أنها كانت حلم، فبإذن الله تعالى سنراها حقيقة. نعم. ويعني وطننا وطن كبير، كبير يعني بقدره، كبير برجاله، كبير بقيادته، كبير حتى في تحولاتها الطيبة. نعم. هذا ما نطمح له وهذا ما نتمناه، وهذا حقيقة يعني أملنا في الله جل وعلا، ثم في كل من يعني يتولى دفة وقيادة هذا الوطن كما هو المعتاد وكما هو يعني الذي يحصل في سابق الأيام، أن ننتقل إلى مراحل بإذن الله تعالى ينتقل فيها وطننا من مراتب عليا إلى مراتب أعلى. ولا شك أن الغاية والمستفيد والمأمول هي لمصلحة المواطن والوطن. نعم، بعون الله. غدا كلنا متفائلين ومنتظرين. خليني أبدأ في موضوعنا. كيف تعلق أول شيء على فحص الموظفين من الناحية القانونية خضاعهم للفحص؟ طبعا هو أيضا فكرة وظائف حساسة، ماذا نعني بوظائف حساسة؟ هو طبعا يعني أنت تعرف المخدرات والمؤثرات العقلية محكومة بنظام، نظام مؤثرات المخدرات والمؤثرات العقلية، لكن اللي مطروح الآن هو حقيقة يعني مقترحات ودعوات أكثر ما يميزها وأكثر يعني ما يحقق الأهمية فيها هو قرار مجلس الوزراء الذي دعا فيه إلى يعني الرفع بما يتم وما هي الاحتياجات وما هي الوظائف وما هي المقترحات من الجهات. وبالمناسبة هذا الطريق قانوني يعني جدا دقيق وموفق، بحيث أنه يصدر النظام عندما يصاغ ويكون يوافي الحاجة ويكون متعايش مع التراتبية المجتمعية. طبعا في وزارات حقيقة تتولى الفحص العشوائي على قطاعاتها. نعم. عندك وزارات العسكرية والداخلية والدفاع والحرس، هي تطبق هذا وتجري فحص وعلى تراتبية أيضا، أعتقد على 3 مراحل. وينهون خدمة من يثبت تعاطيه في المرة الثالثة. يعني تنهي خدمة العسكرية. أنت تعرف أن المخدرات والمؤثرات العقلية يعني هي وباء ومرض، ونحن خاصة في القطاعات الأمنية لا نرى أنها تنسجم تماما مع الحس الأمني والحس الوطني. يفترض في رجل الأمن أن يكون هو من يحرس هذا الوطن وهو من يرعاه وهو من يقوم على أمنه، فلا يتصور ولا يستساغ ولا يقبل يعني لا شرعا ولا عقلا أن يكون مدمن لهذه الآفة الخطيرة التي تلتهم العقل وتجعل الإنسان حقيقة يعني في مستوى يعني عقلي لا يدرك ولا يشعر ولا يبالي. القرار هذا طبعا طبق من فترة يعني أعتقد من سنوات عدة يعني، وأنا شخصيا سبق أن عرضت علي قضايا عسكريين تم إنهاء خدمتهم العسكرية. نعم. وبالمناسبة حتى الديوان لم يقبل الطعون التي تمت رفعها وتقديمها إليه لأنها متعلقة بالطعن في أمر سامي، والديوان يعني يحفظ هذه الأوراق. إذن هناك إجراءات سابقة وموجودة. نعم. يعني في القطاعات العسكرية مجلس الشورى سبق أنه رفع توصية، وأعتقد أنها يعني لم تحظى بقبول وأسقطت هذه التوصية. وأنا أتصور أن توجه مجلس الشورى توجه صحيح، لأن هو يلزم تعديل النظام، يعني يلزم تعديل نظام المخدرات والمؤثرات العقلية بما يتواكب مع المطلب اللي احنا نتكلم عنه الآن اللي هو الفحص العشوائي. لابد أن يعدل النظام، ولابد حقيقة في تقديري الشخصي أنا أن توضع ضمانة قضائية في قبول الطعون المتعلقة بإنهاء الخدمات. إنهاء الخدمة الوظيفية سواء عسكري أو مدني
أنت يعني تنقل إنسان من مرحلة وظيفية ومصدر رزق له ولأسرته، ويعني تبعده عن هذه الوظيفة. أنا أقول لابد أن يكون فيه ضمانة تحقيقية قضائية، نعم، حتى تكون الإجراءات سليمة وحتى تكون الإجراءات صحيحة. وهو الأصل أن يعني أن القضاء متاح يعني في الاعتراضات، ومتاح في ما يقدم من رفع القضايا والطعون، لكن يجب أن يكون تعديل النظام يعني، وسيراعى هذا يعني عندما يعرض النظام في هيئة الخبراء وفي اللجنة العامة ويدرس مجلس الشورى. لا شك أنهم هم أهل اختصاص ودراية، سيراعون هذا الجانب. الجانب الآخر أيضا الفحص أعتقد أنه يتعلق بالموظفين في القطاع الخاص والعام، وأيضا الطلاب، نعم، تعليم العام والتعليم الجامعي. إذن هو برنامج وطني حقيقة، ولذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات هي أعتقد أنها أعلنت عام 1929 يعني تقريبا من 8 سنوات. المعول عليها كثير والمطلوب منها أكثر، أن تكون هذه الاستراتيجية متوائمة ومتوافقة مع هذا المطلب. طبعا هي أفكار أنت الآن يعني هي لم تخرج حتى الآن، ولم تصدر فيها نظام، ولم يتم تعديل النظام حتى الآن، لكنها هي في النهاية سيتم صياغة وتعديل النظام بما يتوافق مع المقترحات والتعديلات التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء. نعم، طيب اليوم لما نحن نتحدث القطاع الخاص، هل يحق للشركة فسخ عقد أي موظف في حال شكت في تعاطيه المخدرات؟ هل يمكنها مطالبة الموظف بالفحص في أي لحظة؟ طبعا هذا المطلب هو لم ينص عليه، لكن المؤسسات والشركات هو يجب عليها لزاما أن يكون هناك اتصال وتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، لأن هي الجهة الأمنية المعنية يعني الوقوف على هذه الحقائق. وبالمناسبة ترى إدارة مكافحة المخدرات هي ليست الإدارة يعني بمعنى الإدارة الأمنية فقط، لا، هي أيضا يعني في كثير من الحالات التي تعرض هم حقيقة يعني يرسلونهم ويبعثونهم إلى الجهات العلاج النفسي والمراكز النفسية للوقوف على حالاتهم وعلى العلاج، وهذا أمر مهم. بالمناسبة يعني ذكرت لك قبل شوي القطاعات العسكرية، من ضمن البرنامج إذا ثبت تعاطيه للمرة الأولى أنه يهيئ له العلاج ويتم متابعته. وإذا المقصود ليس فقط هو إثبات الجرم الجنائي في المخدر والمؤثر العقلي، لا، هو الهدف المحافظة على صحته. نعم. وأنا أعتقد أن هذا لابد أن يتبناه. لا يجوز للشركات ولا المؤسسات ولا القطاع الخاص أن يستغل هذه الثغرة ويعمد إلى إضاعة حق العامل مدعيا أنه مدمن مخدرات أو أنه متعاطي ويستغل هذا النص. نحن نقول أن حقه مكفول والخدمات السابقة التي أجراها محفوظة، ورواتبها أيضا يجب أن تسلم له محفوظة. وفي النهاية من حق العامل أن يلجأ إلى اللجان العمالية أو إلى محاكم العمالية التي الآن ستباشر تقريبا خلاص يعني اعتمدت المحاكم العمالية، ويعني يعترض ويطالب بكافة حقوقها العمالية. هي في أفكار لا زالت إلى الآن، يعني نحن ليس أمامنا نص نظامي حيث نحتاج يعني نحتج به، لكن هي أفكار. طيب فيما يتعلق بالفحص ما قبل الزواج، في فحص طبي يصير، لكن موضوع المخدرات هل هو موجود؟ هل هو معمول به؟ هل في أفكار من هذا النوع؟ أنا أذكر أنها عرض على اللجنة في وزارة الصحة التي هي معنية بالإشراف على برنامج فحص ما قبل الزواج، ورأت ارتأت هذه اللجنة في تصريح لها سبق أني اطلعت عليه وقرأته، وذكرت أنه يعني ليس له تلك الفائدة، وعللوه بأنه ممكن للمتعاطي أن يمتنع فترة زمنية يعني قبل الفحص، أذكر 6 أشهر أو تقريبا حددوها بفترة معينة، وبالتالي أصلا لا يظهر، يعني لا يظهر في نتائج التحليل. نعم. يعني أنت تعرف أن تأخذ عينة الدم. نعم. فبالتالي هم اقتصروا على الشروط المعتادة يعني الثلاسيميا والأنيميا المنجنية. نعم. والكبد وبقية الإجراءات، وذكروا أن فحص المخدرات يعني إذا انقطع أو امتنع أو توقف عن استخدام المخدرات ومؤثرات العقلية لفترة زمنية فبالتالي هو لن يظهر في نتائج التحليل، وبالتالي ما في فائدة، يعني ليس هناك فائدة من إجراء هذا التحليل. يعني عمليا ما هو مو بعملي، وفي نفس الوقت قد لا يكشف الحقيقة. وبالمناسبة أنت تلاحظ ترى الفحص كله عشوائي. نعم. يعني هو يعني عشوائية الفحص وعشوائية التوقيت
وعشوائية العينة. وبمناسبة يعني أنا أعتقد أيضا أن العشوائية هنا يجب أن تكون محكومة بنظام. يعني أنا شخصيا بمعنى أنها يعني أن لا تستغل، يعني لا تستغل العينات التي تؤخذ ولا تكون مركز على شخص معين ولا على فرد معين ولا على شيء كيدي. نعم كيدي، أنا أريد أن تكون عشوائية، إذن هي عشوائية وليس المقصود منها يعني أن يسلك طريق النظامي في إنهاء خدمة موظف ولا إنهاء خدمة يعني رجل أمن إلى آخره، وإنما يجب أن تكون كلها. بس فعلا الشيخ يعطونهم ثلاث فرص؟ اي نعم يعطونهم ثلاث فرص، يعني ما في احد فصل من اول مره من العسكريين؟ لا، حسب معلوماتي والقضايا التي وقفت عليها والقرارات انهاء الخدمه اللي اطلعت عليها، انه لا يتم انهاء خدمته الا بعد ثبوت تعاطيه لثلاث مرات، وبالمناسبه متباعده في الاوقات، يعني ليست متزامنه في وقت. وهل الانظمه محدده ما هي المخدرات، اي مخدرات فيها، اي ولا بشكل عام؟ لا، هو الفحص عندهم، هم عندهم يعني تحليل كيميائي ويحددون في نسبه المخدر والمؤثر العقلي، عندهم تفصيل لها واكثر ما يكون كيميائي يعني، لكن في النهايه هم يسمونه مخدرات وفي النهايه يسمونه مؤثرات عقليه. وطبعا الحشيش يعني ايضا الحشيش يعني هو يدخل ترى في الاسم الكبير يعني. نعم. يعني كثير من الذين يعني يثبت في التحليل هو ليس ذلك المخدر المعتاد يعني، وانما هو يكون في نسبه حشيش. نعم. وآفة كبيره وخطيره. وانا اعتقد الجهود اللي تبذلها اداره مكافحه المخدرات ربما ان المركز الاعلامي او الاعلام لا يسلط عليها ذلك الجهد الكبير. نعم. جهود كبيره وجباره طبعاً وعظيمه. طبعاً. ويجب أن تشاد بها وأن يعني تشكر، ويجب حقيقة في الإعلام أن يعني يبين الجهد الكبير اللي يبذلونه، يعني جهد حقيقة يعني يفوق مستوى كبير من الإعلام، يعني تحتاجون إلى حلقات حتى تغطون ربما أنجاز أسبوع فقط ولا حتى أيام قليلة. يعني هذا الجهاز العظيم اللي يقف سد منيع وسد كبير في القضاء على هذه الآفة والتي يركز عليها حقيقة المملكة العربية السعودية، هي مستهدفة وشباب المملكة السعودية مستهدفين بهذه الآفة، لأن أكبر ثروة للوطن هم شبابها. نعم. وبالتالي في المخدرات هي حقيقة التي تقضي على هذه الثروة العظيمة الكبيرة. أنا أعتقد وزارة الداخلية تبذل جهود حقيقة مضنية وكبيرة، سأل الله أن يوفقهم وأن يسددهم. نعم، شكرا لك الشيخ الدكتور حمود الناجم المحامي المستشار القانوني والخبير في الأنظمة القانونية. شكرا على حضورك معنا. أهلا وسهلا. شكرا لكم أنتم لأنكم دائما تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في يهلا. تصبحون على وطن عظيم. في أمان الله.